قمة من كلاسيكيات الكرة المصرية ننتظرها بعد أيام. الأهلي والإسماعيلي والدراويش بيواصلوا تحت قيادة إيهاب جلال تدريباتهم القوية استعدادا لهذا اللقاء اللي هيكون ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري نايل. اشتمل مران الأمس على مجموعة من التدريبات الخططية والبدنية وسط حالة من الحماس والإصرار على جميع اللاعبين، وأبرزهم باسم مرسي المهاجم العائد بعد غياب، وعبد الكريم مصطفى. الاثنين بيقدموا مستوى مميز للغاية في التقسيمة. الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال كشف ان اللاعبين هيكونوا على قدر المسؤوليه امام النادي الاهلي من اجل استعاده ذاكره الانتصارات الغائبه عن الفريق في اخر جولات بعد تعادله مع مودرن فيوتشر ثم الخساره امام زد.